قدر يتقاتلوا وشفتوا دار يوم جاو ليا ويلي كانوا رجال تاقوا 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 المهم وليد ما يمكنناش نلقاو وصف هادشي اللي وقع اليوم المغرب في دومي فينال ديال لاكوب دي موند غراس اتوا الفضل ليك الفضل لهذا الرجال يوم تاريخي لكره القدم الوطنيه شنو واقع اليوم هنا في الدوحه ماتش تري ديفيسيل شوف بدات من الصباح اكرد ومازراوي ما كاينينش سايس لعب بليسي دخل مسكين حتى الماكسيموم قدر يتقاتلوا وشفتوا الدراري هما كانوا رجال تاقوا المهم هي المغرب دومي فينال كنا بلاد الاول في افريقيا اللي كنا دوزنا لي بول في 86 دابا درنا دخلنا في دومي فينال طلعنا الرايه ديال المغرب والرايه ديال الافريك والرايه ديال العرب بلاد عرب الكوب دي موند في بلاد عرب كان مهم واحد بلاد توا عربي يكون هنا مازال ما درنا والو وليد لا مازال ما درنا والو بالحق دابا المغرب يقدر يتفرقع اليوم يبروفيتيو يوجدوا راسهم دومي فينال ان شاء الله مبروك خويا مبروك فيليسيتاسيون شخصيا مازال ما مصدقش شنو واقع اليوم هنا في الدوحه ياسين كيما شتي يعني هذا الفريق ما عنده حتى شي ليميت ماشي يعني ما صعيب اللي قال كلمات باش نوصف هذا الفريق معنى الكلمه نلقى الكلمات يا سيدي الراجل معنى الكلمه مباراه كبيره بزاف ضغط كبير انا ما مصدقش واقع اليوم كيما با صعيب نعلق على هذا بحال هذه اللحظه نبغي نشكر كاع الجماهير صراحه اللي تساندونا نشكر اللاعبين اللي المجهود اللي داروا ما يمكنش يعني اللاعبين المصابين واللاعبين اللي دخلوا كانوا في مستوى كبير الحمد لله عاش المغرب رجل خويا سي فوزي القجع اكيد ممكن نقول لك غير الف مبروك لكل مشاهدي النصيب برافو شابو هنا من عندي اكيد شيء رائع اليوم المهم اليوم هذا الانجاز والتاهل كيف قلتي اولا خصنا نهديوه للرياضي الاول صاحب الجلاله نصر الله سيدنا اللي بالرعايه نتاعو الدائمه وبالتوجيهات نتاعو قبطنا خدينا الطريق الصحيح الحمد لله والفريق الوطني اليوم المغربي في المربع الذهبي لكاس العالم وهذا بطبيعه الحال اكبر واحسن هديه للجمهور المغربي المتعطش والواقف الى جانب هذا الفريق ولكن ايضا هي هديه لكل الجماهير العربيه والافريقيه والمغاربيه اينما كانت والتي تساند وتشجع الفريق الوطني اعتبر بان الفريق الوطني اليوم جسد البعد الثقافي والتاريخي لمملكه عظيمه تاريخها 12 قرنا وعلى قيادتها ملك عظيم وجمهور وشعب كبير وعظيم. هنيئا لنا كانت هذه كلمات رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي القجع يصعب مره اخرى نقول لك يصعب وصف ما يجري هنا في منطقه التصريحات حدث عظيم هنيئا للمغرب ملكا وشعبا هنيئا لكل اجيال كثيره ستفتخر بهذا اليوم.